الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، متابعينا الكرام، شوطنا الرابع عشر ينطلق بحفظ من الله وتوفيق، ويحمل أيضا في طياته وكشوفاته الأفكار من فئة المهجنات الأصايل الإنتاج. نتمنى التوفيق ونجاح لجميع المشاركين. أبدأ وأسير مع المركز الأول ومع الصدارة هناك مع مقدمة الشوط، هذه عمهو جهلي على المركز الأول، محمد بن علي بن راشد الظاهري ياتي مع المركز الأول، بينما المركز الثاني زيارة لعلي بن سالم بن عبيد بوظفيرة العامري. أنتقل إلى المركز الثالث إلى زعزعة عمر بن محمد بن قران الاكتبي، بينما المركز الرابع الظبي لعلي بن سعيد بن مصبح المنصوري، بينما المركز الخامس فهذه هي فزعة لسالم بن عبيد بن طماش المنصوري، بينما المركز السادس فوصلت أرجوان حمد بن محمد بن سهيل العامري. يقدم لنا أرجوان التي قدمت في هذه اللحظات ووصلت هنا في هذه الاندفاع الجميلة من خلال هذه التحديات ومن خلال هذا الاندفاع الجميل. من تواصل وصلت شعلة هنا مع انطلاقة هذا الشوط، شعلة القادمة بتحدياتها لعلي بن سلطان بن هاشل الاكتبي هنا ياتي مع هذه الاندفاع المميزة مع الشوط الذي يحمل أول أشواط المهجنات من فئة الإنتاج. هنا يسير هذا الاندفاع وتسير هذه الانطلاقة وتسير هذه الأسماء المميزة، الأسماء المتميزة من خلال الوجود والحضور. وصلت أيضا تواصلت كذلك على المركز السابع الوثبة لسالم بن محمد بن سعيد بن صباح العفاري، وأيضا هناك ثروة لحمدان بن فليح بن علي العويسي. وصل في هذه اللحظات الفنان المميز الاندفاع بالحضور المتميز، بينما هنا أيضا تواجد على المركز التاسع وصلت فيه وتحركت فيه وتقدمت غارة جمعة بن عبيد بن محمد الراشدي، عاشر المراكز مع اندفاعة بروج لمبارك بن ضحي بن سلوم الاكتبي. هذه هي النتيجة والنداء للعشر المراكز الأولى التي تتقدم والتي تتحرك والتي تبحث عن الفوز وعن الانتصار وعن النقاط المميزة. أعود إلى المركز الأول، أعود إلى صدارة الشوط، أعود إلى الاندفاع الجميل هنا في هذه الانطلاقة هنا على المركز الأول. هذا هو الخميساني يسيطر على المركز الأول مع عمهوجة، عمهوجة على المركز الأول وعلى الصدارة لمحمد بن علي بن راشد الظاهري. ظهر الظاهري بظهوره الملفت على المركز الأول ليكون حاضرا بمقدمة الشوط، لكن التغيير من زيارة 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 زارت المركز الأول بزيارة رسمية عبر الهواء مباشرة. هذه هي زيارة لعلي بن سالم بن عبيد بوظفيرة العامري، يقدم لنا شعاره ويقدم لنا هذا الشعار الكبير. انتقل إلى المركز الثالث في الوصول، يأتي من زعزع عمر بن محمد بن قران الاكتبي ياتي على المركز الثالث، بينما المركز الرابع فهذه شعلة لعلي بن سلطان بن هاشل الاكتبي بالمركز الرابع في هذا الشوط، بينما المركز الخامس الوثبة الوثبة لسالم بن محمد بن سعيد بن صباح العفاري على المركز الخامس في هذه مراكز. أرجوان لحمد بن محمد بن سهيل بن عويضان العامري، يقدم لنا أرجوان في هذا المستوى المتميز هنا في انطلاقة هذا الشوط وتحديات هذا الشوط هنا في هذا الميدان وهذا المكان. وهذه الاندفاع نصيبة نصيبة سالم بن حمد بن محمد العامري، يقدم لنا نصيبة، وتقدمت أيضا ثروة حمدان بن فليح بن علي العويسي. هذا الأداء
الأداء الجميل من خلال هذه التحديات ومن خلال هذه المنافسة. لكن العودة إلى المركز الأول، العودة إلى الصدارة، إلى مقدمة الشوط، إلى هنا، إلى زيارة يا زيارة، زيارة يا زيارة على المركز الأول. علي بن سالم بن عبيد بوظفيره العامري ينتزع المركز الأول، يطير إلى صدارة هذا الشوط بأدائه الجميل وبتحديه المميز وبانطلاقته الرائعة على المركز الأول. لكن عمهوجة فراس علوم، فراس ناموس تتقدم بشعار محمد بن علي بن راشد الظاهري، يأتي هنا على المركز الأول مع أيضا المركز الثاني، بينما الوصول هنا من انطلاقة زعزعة عمر بن محمد بن قران الكتبي، وتحركت هنا الوتبة سالم بن محمد بن سعيد بن صباح الاعفاري، تحرك بن صباح وتقدم في هذا الصباح ليكون حاضر هنا. وصلت وزن سعيد بن محمد بن خير الاعفاري، تحركت وزن والوزن ايضا ياتي مع وزن على المركز الرابع، نصيب سالم بن حمد بن محمد العامري على المركز الخامس. اما المركز السادس فهذه القادمة هنا بهذا الأداء الجميل، هنا بهذا الأداء المتميز. لكن بوظفيرة هنا على المركز الأول على صدارة الشوط، يتقدم بالأداء. الكيلو الخطير هنا بدأت الأسماء تقترب من بعضها البعض لتكون حاضرة في دائرة المنافسة، في دائرة الإبداع. هنا بوظفيرة بالشكل، بالأداء، بالانطلاق، بالقوة والإرادة نحو الفوز والانتصار. هذه يا زيارة تتملك الصدارة، زيارة تتملك المركز الأول، تحضر بهذا الحضور الجميل. ما شاء الله يا أداها. لكن القادمة وزن وصلت لسعيد بن محمد بن خير الاعفاري اعلن الطواري، ولكن خلوص. ما شاء الله زيارة ما شاء الله. الابداع الاخير والاستعراض نحو الفوز والانتصار، هذه هي زيارة تفوز بناموس هذا الشوط وتنتزع المركز الاول في اول اشواط الانتاج للمهجنات الاصايل مع زيارة، مع اهل الجبيب واهل الهير. تهانينا والناموس لمالك زيارة علي بن سالم بن عبيد بضبيرة العامري، محققا لفوز وانتصار الجميل. والشكل لحاله ناموس، ما شاء الله تبارك الرحمن. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وزن سعيد بن محمد بن خير العفاري، المركز الثالث وصلت فيه غارة جمعة بن عبيد بن محمد الراشدي، المركز الرابع كانت هناك مع المركز الرابع الوثبة سالم بن محمد بن سعيد بن صباح العفاري، وخامسا الجوان محمد بن محمد مسهيل العامري. إذا متابعينا الكرام نعود بالتوقيت الزمني، وزيارة هي البطلة لعلي بن سالم بن عبيد بوظفيرة العامري، يحقق هذا الفوز والانتصار الجميل بتوقيت زمني مقداره 9:12، 7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس، بينما وصلت بالمركز الثاني هناك وصلت 9:14 وسبعة أجزاء من الثانية اللي هي كانت حاضرة وزن سعيد محمد بن خير العفاري، وثالثا 9:17 وتسعة أجزاء من الثانية، وتوقيت أيضا توقيت الزمن الموافق لها بهذا الأداء كانت غارة لجمعة بن عبيد بن محمد الراشدي. تهانينا ونموت. أكد التواصل مستمر أيها المتابعون جميعا في كل مكان، متابعي قناة ياس الرياضية، ننطلق مع شوط جديد من أشواط الإنتاج والمنتجين، شوطنا الخامس عشر.